لك يعني انت اكيد اتسالت الحكايه دي، بس هو فعلا دي اله عزف غير شعبيه. خلاص. ايه اللي خلاك تمسك في السكه الصعبه دي؟ هي يعني انا بدايه الموضوع خالص انا ما كنتش عايز اعزف اصلا، يعني مش عايز اطلع عازف قصدي. انا عايز اعزف ليا، انا بحب الـ 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 الالات النفخ، فانا عايز اعزف لنفسي، انا عايز اتبسط، انا في حاجه انا عايز اتعلمها فانا تعملها لنفسك. بالظبط. فكنت عايز اعزف على الناي، بس فشلت فشل ذريع يعني. الناي اصعب منها؟ يا نهار اسود. هو الفكره كلها بس انك تطلع صوته، يعني انا ما عرفتش اطلع صوته. دي مشكله انك بتصفر بيه حاجه، هو اسمه مخروم من ناحيتين، فالموضوع صعب قوي قوي يعني. فالمهم انك عشان تطلع صوته اصلا ما لازم تقعد تعمل الحركات معايا، ما عرفتش اطلع الصوت ده. فقعدت مثلا 10 ايام وانا اصلا مش صبور خالص خالص يعني. فرميته انا فاشل ومش هعمل ومش مش لاعب. والله ده اللي حصل فعلا. قعدت بقى في شويه كده زعلان، بابايا جاب لي الاله دي اللي اتقال اللي قاله لي بالحرف يعني، ده نايب وصفرت اهو، ما تزعلش بقى، ده تنفخ هنا والله تنفخ هنا هيطلع صوت. ماشي. اخدتها نشاز بقى للصبح. طب انت ايدي اصلا مش عارف، قعدت 4 سنين بعزف عليها من غير ما اعرف اسمها، من غير ما اعرف انا اي حاجه، ما شفتش حد بيعزف عليها. هو الغريب انك مصر. بس انا لا، عشان قدرت اعمل حاجه يعني. في يعني انا الفكره ان انت ايه، لو انت حطيت رجلك في حاجه ولقيت ان الموضوع جايب ماشي، لكن ما يبقاش فيه خالص، مفيش حاجه خالص، لا مش عامل، مش هشتغل في ده. فالمهم فلما بدات يعني واحده واحده على الريكوردر يعني، ان انا اطلع صوته، وقعدت اخترع طرق عشان بس اجيب الصوت الصح، عشان اعرفه وعشان اقلده عادي. طب امسكه ازاي؟ انا مش عارف امسكه ازاي. هو انا اكاديميك، انا بلعب الريكوردر غلط اساس. يعني كان اكتر الكومنتس اللي موجوده على اليوتيوب من مدرسين الموسيقى ومن الناس اللي شغاله في الريكوردر، يا جماعه هو بيعزفوا غلط. ما هو انا فعلا بعزفه غلط. فكان انت المفروض بيتمسك بالشكل ده، والشمال فوق واليمين تحت. انا ماسك اليمين فوق والشمال تحت وبمسكه بجنب. ايه بقى سر المسك؟ انت ماسكه بالجنب علشان ال لا مش عشان الناي، لا ولا عشان البيت بوكس. انا اصلا مش لما بدات العب على ريكوردر انا ما كنتش بلعب بيت بوكس. انا بدات اعزف على الريكوردر عادي. ما هقول لك بقى الموضوع ايه. انا بحب الفلوت. جميل. فانت بتحاول تعيش جو الفلوت يعني. هقول لك والله الفلوت بيتمسك كده، والناي انا بحب الناي برضه بيتمسك كده. فانا اهتميت باللي بينه، قلت حاجه في النص، والله ده اللي حصل، ومسكت على كده. وارتحت في المسكه دي، فقلت هعزفه كده. طب وايه اللي دخل البيت بوكس بقى بعد كده؟ لما دخلت الجامعه اتعرفت على ناس صحابي يعني، عرفني عليهم واحد صاحبي تاني. تمام. بيج بي، انا يعني عايز اسلم عليه يعني. هو يعني هو تقريبا الشخص اللي يعني مش هو اللي خلاني اعمل حاجه، بس الفكره ان هو لو ما كنتش قابلته اليوم ده ما كانتش طقت في دماغي، ما كنتش عملت حاجه اصلا خالص. انا اليوم ده لو ما كنتش رحت الجامعه انا ما كنتش بدات اي حاجه خالص. اليوم ده انا ايه اللي حصل؟ انا البيت بوكس اعرفه من ايه؟ من اللي انا متفرج عليه على التلفزيون، وساعات بحس ان هو مش حقيقي. ربك بقى، ما في حاجات قدر كده. المهم ففي واحد صاحبي، فانا كنت مع واحد صاحبي واحنا مروحين مره، فبيقول لي ايه اللي انت بتعمله ده؟ فبقول له بيت بوكس، ايش فاهمك انت؟ بهزر يعني. فبيقول لي طب لا تعالى لي بقى انت بكره اوريك يعني، هوريك بقى اللي هيلعب بقى بيت بوكس وهتشوف. قلت له ايه ده بجد؟ في حد بيه ده بجد اصلا موجود في الحقيقه؟ ده موجود؟ طب ماشي هروح. فروحت الجامعه قابلت بيج، قال لي فصاحبي ده بيقول له ده فاكر نفسه بيلعب بيت بوكس، عبد الرحمن وريله. بيقول له عبد الرحمن بيقول له فاكر نفسه بيلعب. فبيقول لي طب وريه. فقلت له لا مش هعمل حاجه يعني، وريني انت وانا هوريك بعدين. فالمهم الراجل ده حط ايده على بقه، مش عارف اصلا يعني ملهاش علاقه يعني، بس هي الفكره بس ان ايه، هو بيخبي بقه عمال يعني، وانا ببص الصوت ده جاي من ايه، بوسع ايده انت في ايه يعني. وبعد كده قلت له لا انت، انا ما بعملش حاجه. انا رديت عليه بقى ولا ما رديتش عليه؟ فلا بعد كده خلاص شكرا وانت عالمي وجبار وحلو وكل حاجه ولسه همشي. فعبد الرحمن راح جاي قال له لا ده هو بيعزف على اله كده اسمها ريكوردر. ده قبل اي حاجه، ده قبل اي حاجه خالص. وقررت تجمع ما بين السكتين امتى؟ لما عرفت العب بيت بوكس يعني. انا عرفت يعني انت عرفت بيت بوكس الاول؟ من لقطته من كتر ما انا قعدت مع ناس بتلعب بيت بوكس.